جروب بابل كيدير موسيقى ديال الروك هيفي، وكان كنا شجنا في مسابقه ديال الموازين، راه معروفه لي كونديسيون، شجنا واحد ثلاثه ديال لي تراك ودفعناهم للمسابقه، والحمد لله تم الاختيار ديالنا وتوفقنا. وفي ذاك العام كان رضوان واشتغلنا مع فيل سورايت. هو ليفي ميتال ولا الروك اون جينيرال عنده الجمهور ديالو في المغرب، بحكم اللقاءات اللي تيكونوا في من الجمهور كيستجب للمهرجان البولفار اللي تيدار في كازابلانكا، كيكون اقبال كبير من الجمهور الشباب على هذا النوع الموسيقي وهذا النمط. الوغ المشاكل ديال الروك في المغرب خاص غير شويه ديال الانفتاح على الانماط الموسيقيه الاخرى، واننا نفتحوا ونخرجوا من ديك العقليه الكلاسيكيه التقليديه ديال راه كاين دابا تبارك الله، راه حنا مغرب ثقافات وجميع الانماط الموسيقيه تبارك الله كاينه في المغرب، وكنجيبوا دي زارتيست انترناسيونال من جميع العالم، وراه كما كتعرف البادره ديال الموازين انك تنفتح على بزاف الانماط، منهم حتى الورد ميوزيك اللي كيدوز في شاله، تبارك الله عندنا طون جاز، وعندنا جاز دو كازابلانكا، وعندنا فهمتي عندنا لو بولفار، وعندنا بزاف، عندنا القناوه دو الساويغه، عندنا بزاف ديال الانماط. اذا نتفاتحوا من ديك العقليه شويه، اننا نخليو زعما الجمهور هو اللي يحكم ويكون حر في الاختيار ديالو. هو فين غبرنا، كنا كنوجدوا الالبوم ديالنا، لان نورمالمون كان غادي يخرج في 2015، ولكن كان شويه صعوبات تقنيه واداريه هادشي اللي خلانا اننا نتعطلوا شويه. وراك عارف من ناحيه تال لا بريز دو سون تلعبوا داكشي بليزانستريمون الحيه، وغياخذ بزاف ديال الوقت، وكاين الماسترينغ ميكساج اكسيتيرا، عندي خدم لنا شويه ديال الوقت، ولكن الحمد لله حنا واجدين دابا باش نخرجوا ان شاء الله. كانت واحد اون غروس بارتي من المشكل ان كان مشات اداره القديمه اللي كنا سانين معها حنا لو كونطرا، وكانت هي كتعرفنا مزيان، وجات اداره جديده اللي من بعد كان صعيب في الاول التواصل معها، لان كان عندها واحد الضغط كبير انها قرب موازين وخصها تكون في نفس المستوى ديال الاداره القديمه ويبقاو شادين نفس هذاك. من بعدها جاب الله ابخي موازين، تواصلت معاهم، صيفطوا لي ان ايميل وقال لي راه النهار والشهر فلان فلاني راه غنكملوا زعما المستحقات اللي بقاو، وصافي كملوا لنا المستحقات في 2018 فاذا تذكرت في شهر 9، وصافي كملنا ديك الساعه دخلنا عاوتاني استوديو باش نكملوا الالبوم ديالنا. سميتو فواياج، فواياج دو اسبري. الوغ من الحاله ديال النقطه صفر او من الحاله نيجاتيف الحاله بوزيتيف، بحال تقول سي ان ترافاي سور سوا، ان فواياج من لوبسكوريتي لو بلون، وهذا فيه تسلسل ديال الاغاني ديالنا. فهمتي مثلا كاينه ما نقدرش ان شاء الله اللي غادي تلاح، هي البروشين سينجل اللي كدوي على واحد المعاناه ديال واحد الشخص كيدوي مع ذاته وباغي يلقى واحد باغي يلقى الحل مع راسه، وكيبداو يتسلسلوا اغنيه باغنيه حتى كنوصلوا للسيليبريشن داي، هي فاش ان الانسان صافي تيتنفس الحريه وتيتنفس الحياه. هي مواضيع اجتماعيه نفسيه بالخصوص، عندي هذا هو اللي المبتغى من الالبوم ديال، وان شاء الله غيجي البوم اخر، باسكو ان شاء الله انا راه سنيت كونترا دو برودكسيون مع دي بي اف، عندي ان كونترا دو برودكسيون بوغ ان دوزيام البوم، وان شاء الله غادي يجي اون اوت كولابوراسيون مع شونتور دو روك ايطاليا فرانكو إلييتا، اللي ان شاء الله هذا هو العمل القريب ان شاء الله. هو في الحقيقة كانت مقصودة، باسكو رضوان هذيك الأغنية كانت مشهورة جدا، فهمتي، سواء في الداخل أو في الخارج. حنا بغينا نذكروا الجمهور بشكون هما بابيل، باش ما ينساو، نذكرهم بهذه الأغنية اللي فيل سورايت، ودرنا لها النمط
ديال الروك اللي هو نمط ديال الجروب ديالنا والتوجه ديالو. و حيت كانت اصلا في 2013 كان الجمهور ديال بابيل طلب منا اننا نديرو فيل سورايت اون روك نكونوا فيها بابيل بوحدهم. هذاك الشيء علاش باش توجهنا في هاد في هاد في هاد في هاد المنحه وفي هاد الطريق وخدينا حتى الموافقه ديال الجينيراسيون موازين، لان هاد فيل سورايت داخل في 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 الالبوم ديال اللي مدعمه مغرب الثقافات. هو في سي با ان فيديو كليب، هو ان فيديو تشالنج. هو كان دار كفكره ان لي بور بروموفوار لي دانسون لي دانسور ماروكان في المغرب، الوغ اننا حتى هما راه فنانين ونقدروا نديروا ان كولابوراسيون سون، فهمتي؟ هذه هي اللي كانت الفكره ديال 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 الفيديو كليب من اخراج موني الرئيس. ودرنا فيه لا بروميير بارتي ديال دي زامي اموا ديال لا تروب ديال كول جام اللي اكطوالمون رايسون فيستيفال انترناسيونال ديال كوريغرافيك دو كازابلانكا، تبارك الله عليهم، هذه النسخه الخامسه اللي دايرين. وفي في لا بارتي اللي كنتلاقى انا ومايسترو ميكس ومفيد، ديك الساعه كتدخل لا بارتي دانس اللي درنا فيها دو ستيل ديفيرون ديال لا دانس، كاين الفري ستايل وكاين الهيب هوب مع الياس فواري واسامه مطيب. هو كاين دي ريتم اللي شويه دوزي، حيت حنا الالبوم ديالنا شويه دوزي من بليزيوغ ستيل. باغ اكزومبل ان شاء الله دابا فاش غادي تسمعوا فيل سورايت اون روك، لا بارتي ديال لا غيتار كلها اوريونتال، عندي اوريونتال مغربي اكسيتيرا، عندي الوغ كان اون في دوك لي بتي توش ديال 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 ديالنا ديال المغرب، وسيرتو كاينه في لا باتري، ايكاد في لا باتري المغربيه. الكلمة الأخيرة نتمنوا الله نكونوا في المستوى في تطلعات الجمهور، ونتمنوا الله نتلاقاهم قريبا إن شاء الله، والعودة أن نتمنى نكونوا زعما عودة موفقة. راك عارف بابيل شافوا عليها موازين، شافوا عليها واحد لابروديكسيون شويه طالعه، الخدمه مع رضوان اكسيتيرا، الوغ لا بار شويه طالعه، خصنا نبقاو في لو ميم نيفو، تنعطيو لراسنا الوقت باش نخرجوا شي حاجه زوينه. هذا الشيء ما كان، وشكرا لكم اسبريس على الاستضافه وعلى البروفيسيوناليزم ديالكم وعلى الطاقم الشبابي اللي عندكم، وشكرا جزيلا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.